السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أحاديث عطرية من الأرجنتين عندنا لاعب جديد الأرجنتين عرفت بلاعبيها مثل مارادونا وميسي كما لا يخفى عليكم لكن اللاعب اليوم عندنا عطري نعم في بلدان عندها عطور ومميزة لكن قد لا تكون معروفة عرفت فرنسا، عرفت إيطاليا بالعطور، لكن حقيقة في دول كثيرة تميزت بعطورها، وفرصة نعرف في أحد الدول التي لديها قائمة من العطور وتحديداً هذه الشركة الأرجنتينية اللي هي فويا. هذه الشركة فويا لديها قائمة من العطور ولديها شغف البحث عن الزيوت العطرية النقية فهي تهتم جدا بزيوتها لذلك هي شركة نيشية لما ترش تحتاج إلى وقت حتى تحكم على العطر ليه؟ لأن لا يفصح لك عن مكوناته عن جماله للوهلة الأولى وإنما تحتاج وقت تشمه أكثر من مرة حتى تحكم عليه ليه؟ لأن زيوت عطرية كذلك مركزة خلونا نشوف محتويات هذا العطر، العطر جاني هدية من ابن عمي محمد العبيد مشكورًا، الشركة من عام ألفين وعشرة، خلينا نشوف هذا الكيس حقهم، التغليف جدًا جميل وفيه لمسات أنيقة ليست اللمسات الأنيقة فقط في الشكل، وإنما كذلك في المضمون، الزيوس العطري أنا في النهاية نعم أبي شكل جميل، لكن أبي مضمون كذلك يعبر عن هذا الشكل الجميل، فكان الجمال هنا قلباً وقالباً. أحب اللمسات الخشبية والحفر على الخشب، هذه أشياء ترى دقيقة وجميلة جداً، نفتح العلبة ونشوف في مكونات عن العطر، في معلومات عن العطر. آه هذه الورقة لكي نرش عليها العطر، شوفوا اهتموا بأدق التفاصيل ونشم من خلال هذه الورقة. كذلك هنا آه يمكنها شهادة، أتوقع شهادة أو مكونات العطر وما إلى ذلك. آه أيضاً عندي هنا لفت انتباهي في رقم. حسب ما عرفت ان الرقم هنا 262 عطورهم ذات اصدارات محدوده مثل هذه العطور 400 حبه فقط، 400 عطر وعندهم عطور ثقيله عطور عود، عطور عنبر، لبان وما الى ذلك 100 اصدار فقط فهو ما بين 100 اصدار للعطور الثقيله باقي العطور 400 حبة وهنا يلفت انتباهي الشركات اللي تحترم نفسها وتقدم زيوت طبيعية اللي تقدم زيوت طبيعية لا يمكن أن يكون إنتاجها وفير جدا ليه؟ لأن الزيوت الطبيعية استخلاصها مش سهل متعب جدا ومحدود كذلك أنا تكلمت عن جذور السوسن وتكلمت وقلت أن عملية استخلاصها من البداية إلى النهاية يحتاج ثلاث سنوات حتى نطلع بزيت عطري ولما نطلع بعد ثلاث سنوات من عمليات معالجة ما راح يكون العطر رخيص الزيت حيكون طبيعي يكون غالي لكن اللي يقدمون السوسن الآيروس بكثرة ممكن يكون محاكاة لكيميكال يكون كيميائي محاكاة للرائحة الطبيعية طيب نكمل ونشوف نفتح هنا شوف 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 التفاصيل الجميله جدا هنا طلعت العطر وبعد ذلك أجد أن العطر مغلف بخارطة بمنتهى الجمال نفتحها هذه خارطة ما راح أفتح الخارطة الآن بين يدي هذا العطر الرائع الجميل اللي هو مكوناته طبيعيه والشركه هذه تهتم كثيرا بالمكونات الخشبيه اسم العطر كما يظهر لي فريدي نبخ أه واعطيكم الانطباع اللي احسه انا ذكرت ان احتاج اشم اكثر من مره حتى فعلا يكون تقييمي للعطر جميل لاحظ العنايه بالزجاجه العطريه واللمسات الموجوده في عنايه فائقه اللي قاعد اشمه الان من خلال الرائحه روائح خضراء روائح خشبيه، كأني في حديقه مرشوشه بالماء، مبتله بالماء او بعد مطر في اثر من النداوه ومع لمحات خشبيه في العطر. النوتات الخضراء دائما باعثه على الارتياح، مريحه للنفس، جميله. يعني تصور نفسك جالس في حديقه، ايش الانطباع اللي انت فيه؟ ايش الروائح اللي راح تمر عليك؟ نفس الفكره، قد تكون هذه الحديقه حديقه زهريه، اذا حتمر عليك روائح خضراء مع روائح عطريه، وقد تكون هذه الحديقه خضراء بالكامل ومتنوعه الاشجار والاعشاب، اذا حتمر عليك خليط ما بين الروائح الخشبيه والروائح الخضراء، وهذا اللي اشمه من العطر. عالم العطور عالم واسع جدا هذه الشركه تعتني بمنتجاتها من, من الأرجنتين. الارجنتين حبينا نتعرف على احد الشركات اللي قد تكون غير معروفه شكرا لكم شكرا لمتابعتكم الكريمه